اتصور ان يعني حجم التواصل اللي انا كنت حريص على ان انا يعني احققه مع المصريين كان ضخم. حجم التواصل في كل مناسبة بنتكلم وبنتكلم عن الموضوعات بمنتهى الشفافية. بس كنت دايما اقول ايه؟ انا مستعد اسمع راي الاخر ويعبر عن رايه بس بشرط. والشرط ده مش عيب ان اقوله. ليه؟ لو انت النهارده عندك اعتقاد خاطئ لنفسك انا مش ما اقدرش احاسبك عليه. لو انت عندك اعتقاد خاطئ متطرف حتى ما اقدرش احاسبك عليه. انا بتكلم ان الاعتقاد ده هيبقى خطر عندما يتم اعلامه للناس. اديكم مثال. حد قال من حريه الراي لازم توفر وظيفه لكل انسان في مصر. الكلام منطقي واي حد في اي دوله في العالم يسمعه يقول اه طبعا. امال الدوله بتعمل ايه؟ اقول له هو انت تعرف ان احنا من سوق العمل في مصر بيزيد كل سنه او بينزل فيه كل سنه ما يقرب من 800,000 مليون انسان. لما تطلب مني وتتكلم على ان الدوله مقصره في حق شعبها وان هي ما بتوفرش فرص عمل لدرجه ان النهارده في بطاله في مصر، يبقى الحقيقه هنا يعني منقوصه. لانك انت كمل الكلام بقى قول ايوه الدوله لابد انها توفر فرص عمل من 800,000 مليون كل سنه. وهنا بقى السؤال، مين دوله في العالم حتى في العالم المتقدم يستطيع ان يوفر فرصة عمل زي كده؟ حد تاني يقول ايه؟ نسب الفقر اللي موجودة في مصر نسب عالية، صحيح؟ بس تعالى اتكلم كمان وقول لي، لما تعرف ان هنا الدولة دي فيها 100 مليون والموارد اللي موجودة فيها موارد محدودة، كيف تستطيع الدولة بكل ما أوتيت من قوة انها تعظم موارد تتيح لها ان هي تخلي معدل أو معدل دخل الفرد معدل دخل جيد؟ ده أنا اللي بقول، أنا اللي بقول وأنا مسؤول عن الناس. أو إحنا، وبالمناسبة لو أنتم شفتوا كل النقاشات اللي اتعملت حتى أثناء الترشح، كان ده الموضوعات اللي كنت بتكلم فيها، بقول إن إحنا عندنا تحديات كبيرة قوي. أوعوا تفتكروا إن في رئيس أو حكومة تستطيع إن هي تتعامل معها بمفردها. ويمكن التعامل مع تحدياتنا بالشعب المصري كله لأنه تحدي ضخم. والقضايا اللي موجودة قضايا كثيرة جدا. ممكن حد تاني يطلع برضو تاني في حرية التعبير اهو يقول لي المستشفيات بتاعتكم ما بتأديش خدمة طبية جيدة، صحيح؟ صحيح؟ طب وتقدر تقول لي ازاي دولة زي مصر كل موازنتها المتاحة تساوي 10% من الأموال المطلوبة لتشغيل وإدارة الدولة المصرية؟ إزاي؟ أنت عايز تريليون دولار، طب ما فيش تريليون دولار. 100 مليون كده لو أنت عايز تعمل إنفاق مناسب لشعبك أو لدولة زي مصر أنت عايز تريليون دولار. وزير مالية موجود يرد عليا يقول لي الكلام ده موضوعي ولا لا؟ طب مش كده وبس، هاتوا كل دولة عدد سكانها قريب من عددنا وبنقول ان هي بتعمل انفاق مناسب، هتجد انه على الاقل بتنفق التريليون دولار اللي بتكلم عليهم دول. لما تيجي تقارن الدولة مثلا زي اي دولة اوروبية غنية عندها ثبات في النمو الديموغرافي بتاعها لمدة 40-50 سنة. يعني ايه؟ يعني الأمثلة هنا مش هتبقى مؤلمة لحد. يعني لما أقول دولة زي ألمانيا، لما أقول دولة زي فرنسا إن عدد سكانها ما زادش على مدى 30-40 سنة اللي فاتوا، هو كان محتاج بقى يعزز من النظام الصحي اللي عنده، النظام التعليمي اللي عنده، ولا يطوره؟ لو عايز يطوره يحسن فيه. ليه؟ هو امتلك بنية صحية جيدة تستطيع أن تقدم خدمة طبية جيدة جدا. كل المطلوب منه بقى أنه هو يعزز ويطور هذه الخدمة حتى تعطي مزيد من الرفاهية لشعبها. الدخل في الدولة والقدرة الاقتصادية والمالية هائلة. ف
في حين ان القدره الاقتصاديه في مصر كملوا المقارنه. عايز تقارن بيني وبينك؟ انا قابل قارن بيني وبينك، بس كمل المقارنه. هو انا دخلي زيك؟ هو انا مستوى تعليمي زيك؟ لا. هو انا التحديات اللي عندي زيك؟ لا. فلما تطلب مني، اطلب مني مع مراعاة ظروفي.